بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم جابت لكم هذه نوع من أنواع، إيش أقول لكم، بقلاوة بريك حلو، إيش يسموه، شعيبيات اللي يعملونها السوريين مع القشطة، تجمع بينهم كلهم. عمل سهل جدا، يعني مو على شكلها، وبعدين بصراحة مقرمشة وهشة ولذيذة ومرة سهلة، لا يغركم شكلها. ترى مقاديرها قليلة جدا، كلها علبة قلاش اللي هي عجينة البقلاوة والفلو، وشوية جبنة كيري، وشوية قشطة وشيرة. هذه هي، قدمتها في عزومة بصراحة مرة عجبتهم. اللي جنبها هذا بطيخ حشيناه فراولة وكستر. المهم ما له علاقة بالموضوع، مثل ما قلت لكم، زبدة سايحة وحليب وجبنة كيري وقشطة وعلبة القلاش وشيرة، شيرة متوسطة السماكة، فستق حب ني. هذه العجينة، عجينة فلو، تكون خليناها في الثلاجة كم ساعة، بعدين نطلعها ساعتين ثلاثة. هنا الحليب يكون دافي، وهذه زبدة سايحة. لو الحليب بارد وحطينا الزبدة راح يجمد، الزبدة تجمد. نحط جبنة الكيري، نخفقها، نحط لها قشطة بالتدريج لما يصير قوامها شوي سميك، يعني شفناها خفيفة نزيد الجبنة شوية، شفناها سميكة نحط شوية قشطة، قشطة ثلاجات أو قشطة علب أو هيفي كريم الموجود، وفانيلا، لازم فانيلا عشان ريحة الجبنة، وهيل ناعم، حطيت هيل ناعم يعطيها طعم شرقي مرة لذيذ. نفتح العجينة، نشيل النايلو اللي عليها، نحطها على سفرة نايلو. أنا دائما أشتغل بعجينة القلاش على سفرة نايلو عشان أغطيها، أخذ منها واحدة والباقي برضو أغطيه بسفرة نايلو عشان ما ينشف، لأنها بسرعة تنشف. بالفرشة ندهن الحليب والزبدة على الجوانب، أول شيء نبتدي الجوانب لأنها هي بسرعة تنشف وتتكسر، بعدين باقي العجينة. لما نيجي نحط الفرشة جوا خليط الزبدة والحليب نغطسها شوية جوا عشان يختلط الحليب مع الزبدة، بس اختلط تمام، شايفين زي كذا. نفضل من جانب ركن واحد بإبهامنا، ندفها دف إلى المنتصف، الجهة الثانية بالإصبع برضو ندفها دف إلى المنتصف، شايفين؟ ما في أسهل منها، لا تخافون تحسبونها صعبة، مرة سهلة. بعدين نفس الشيء الجهة الثانية، الركن يعني كل زاوية ندفها إلى الوسط، يصير عندي شكل وردة يعني تقريبا كذا. هنا نفس الشيء ندفها، خلاص نجيب الحشوة حقتنا. هذه واحدة ثانية عشان أبغى أوريكم عشان تتأكدون. أول شيء ندهن الجوانب، بعدين انتبهوا لا تكثرون حشوة تغرق العجينة تتقطع بعدين، انتبهوا، يعني دهن مو تغريق تبليل. نفس الشيء من زاوية نجيبها إلى الوسط، الجهة المقابلة إلى الوسط إلى جهتها، بعدين الزاويتين المتقابلتين. مرة سهلة. هذه انقطعت، معليش انقطعت، ندفها. نحط الحشوة، شايفين كيف قوامها الحشوة؟ ممكن تحطون مكسرات، ممكن سميد مطبوخ، ممكن محلبية مطبوخة، ايش حشوة تخطر على بالكم. حطينا عليها كم حبة فستق صحيح ني، وخلاص نطبق عليها الجوانب، هذه الجوانب الأربعة نطبقها، منتهى السهولة. أبدا نعملها كذا وبإيدنا شوية نرتبها، نقلبها على الجهة الثانية. الجهة الثانية هي اللي حتكون في الوجه، هي اللي الناس تشوفها. شايفين كيف شكلها حلو صار بليسيه؟ نحطهم صينية وندهنهم بعد بالفرشة بنفس خليط الزبدة والحليب، ندخلهم فرن وسط لما يحمرون تمام من الجهتين، بس يطلعون نسقيهم بالشيرة الباردة، ونحاول ما نغطي الوجه مكسرات ولا شيء، حرام تعبانين فيه، خليه يبين كذا بليسيه وشي حلو. اللي حطينا زينة حوالينها، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب.